خويا المغرب لعب دار اللي عليه، امين عدلي قصر، ريشارد زون داك العزاوي الطويل قصر حتى هو، الدراري عندهم فرصه، الدراري يلاه دخلوا. المهم كان واحد الجو زوين رائع في التيران، واخا لعبوا شويه بالتفليه المغرب صراحه الله، لعبوا عيب بالتفليه اي بحال مقصرين، وحنا ما بغيناش هذاك اللعب، حيت كون طاحت مع جنوب افريقيا ولا شي حاجه بيقمطونا، وهذا الشيء اللي كاين. نصيحه مني واخا ما نفهمش حتى انا مقارنه ليا منهم ما نفهمش الكره، المهم ما خاصهمش يقصروا، تقصر اللي قصروا مع زامبيا مع السنغال كاميرون ولا شي حاجه، جمعوا راسهم وبيس ليكم قصرتوا هاد الدراري الله يسر. اول حاجه مبروك علينا هذا الانتصار هذا، وراه حنا فرحانين بهذا التاهل، ولكن عطا نطلبوا من اللعابه والركراكي يزيدوا في النيفو، حيت هذا النيفو هذا لا درناه مع شي فرق صعاب راه محال اخويا غادي نربحوا، ولكن دابا خلينا نستمتعوا بهذا الفوز هذا وبهذا التاهل، ونتمنى واحد الصعيد ان شاء الله في القادم. خويا جنوب افريقيا ومباراه صعبه، مباراه صعبه ولكن ان شاء الله يكون الفوز للمغرب باذن الله. رائع كيف ديما ما شاء الله عليهم المنتخب ديالنا، ردنا الثقه في الكره القدم، كيف كتشوفوا كاينين اطفال عيالات عرس كروي الحمد لله، كلشي لعب حتى واحد شفنا كلشي تبارك الله كيلعب، رغم ان غياب الركراكي ما كانش، من الحمد لله عندنا كفاءات عليا وحنا فرحانين بهذا الاداء اللي اداو، كانوا بزاف ديال الفرص ضاعوا ولكن الحمد لله حنا خرجنا رابحين ان شاء الله. انا التوقع ديالي هو ناخذوا الكاس لان نستاهلوه، طالما وصلنا للنهائي في كاس العالم وكنا غناخذوه نستاهلوا كاس افريقيا. المنتخب المغربي قدم واحد الاداء اللي واعر والله يخليهم لينا، حنا تفرحونا هذه الفرحه وكنتمناو نستمروا هكا ونجيبوا الكاس، الله يخلي لنا السي الركراكي. اه الحمد لله المنتخب قدم اداء جيد، اللاعبين كانوا في المستوى، هو شويه الاجواء قاصحه على لاعبين اوروبيين، ولكن ان شاء الله ماذا قدموا المقابلات غادي نشوفوا ان شاء الله اداء احسن. المنتخب تيبشر بالخير ولله الحمد. هما اولاد البافانا، بافانا معروفين تيخلقوا المفاجات، ان شاء الله تعالى والدي يقرا الماتش ونتمناو بدا يرجع ويكون معنا في الماتش الجاي ان شاء الله، حيت وجوده غادي يقدم الاداء ويقدم ان شاء الله النتيجه والاستقرار النفسي للاعبين. المنتخب الوطني المغربي يؤهل معه كوت ديفوار الى ثمن النهائي بانتصاره على زامبيا بهدف نظيف، ليضرب موعدا في دور 16 مع جنوب افريقيا في مباراه عرفت غياب وليد الركراكي بعد توقيفه من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم 4 مباريات، منها 2 موقفه التنفيذ على اثر الاحداث التي تلت مباراه المغرب والكونغو الديمقراطيه.